معايا على التليفون دكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الكبير والمعروف وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور جهاد، كل سنة وانت طيب، وتمنياتي بأنه يمكن في نص رمضان الدنيا تهدى شوية. كل سنة وانت طيب أخي يوسف، ولكافة المشاهدين الكرام، وللأمة العربية والإسلامية، وللشعب الفلسطيني والشعب المصري الذي هم شعبان متلاصقان بالجسد وبالروح وبكل ما تعني الكلمة، بما تربطهم من علاقات وروابط. وكما وصفت مصر بأنها دائما هي القلعة التي يستند إليها الشعب الفلسطيني والتي يحتمي من خلالها، لأن مصر دائما بقيت وستبقى وستظل هي الأحرص على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى كل التضحيات التي تقدم من هذا الشعب دفاعا عن الهوية ودفاعا عن الوطن. تكون مصر دائما هي السند بكل ما أتيت من قوة ومن مكانة. أتمنى أن احنا ندوم دائما لبعضنا البعض.